انتي يا ابله فاهيته، فانا عايزاكي بقى ترشي الرمل كده وتبخري المكان عشان انا جايه لك، بس جايه لك امتى ما اعرفش، يعني ان شاء الله جايه. فايه لكن انتي اسعدتينا برضو في 2016. صحيح كان في منافسه بيني وبينك شرسه جدا، مين اللي بيعمل بجوديف شعره اكتر، مين اللي نسبه مشاهدته اكتر، بس ماشي. انا برضو بقول لك بكل نفس راضيه كده وبكل روح رياضيه، كل سنه وانت طيبه. انت اسعدتينا جدا في 2016 ومعانا في 2017، وانا جايه لك. اعملي الريد كاربت بقى عشان انا جايه. بونسوار لميس، بونسوار تول موند، ميل ميرسي يا حبيبتي على التكريم الفانتاستيك ده، ولو اني مش فاهمه وهي 2016 دي كان فيها حاجه تبسط. ده احنا شفنا ايام يا لبيسو، ما تفكرينيش. بس على العموم انا مضطريه اقبل التكريم ده، وخصوصا ان انا الوحيده اللي واخده شيك بمليون دولار. مش بس الببلوها الشيك اللي انت عاملاها دي في درب البربره، كان نفسي ابقى معاكو بس خارجه عندي رانديفو مع عموري، فخدي بقى راحتك وتاخري خالص، وابقى اشوفك بقى لما باجي استلم الشيك. يلا يا حبيبتي، أرفعش. فوق مستوى الشبهات، أنا رأيي أنه كان فوق مستوى المنافسة، وأنا قلت الكلام ده من رمضان من بعد ما اتفرجنا على المسلسل، وده مسلسل فعلا كان قريب من قلبي أنا ومن قلوب ناس كتيرة، وإحنا شرفنا في سي بي سي أن إحنا عرضناه. نجوم فوق مستوى الشبهات مش بس المسلسل الحقيقة اللي بنقول لهم عليه شكرا، لكن بنقول لهم شكرا على حاجات كتيرة جدا هم أمتعونا بيها طول عمرهم الفني، وحاجات كتيرة حيمتعونا بيها في السنوات القادمة، لأن نجوم فوق مستوى الشبهات هم نجوم من أهم نجومنا في السينما والتلفزيون والدراما المصرية عموما. الجميلة يسرى طبعا صديقتي العزيزة، ودكتور مدحت العدل صديقي العزيز، والجميلة نجلاء بدر النجمة اللي بقت نجمة كبيرة في الأونة الأخيرة، والأستاذ العظيم سيد رجب. أهلا بيكم، وأنتوا أمتعتونا الحقيقة السنة دي وأسعدتونا بفوق مستوى الشبهات. أنتوا بالنسبة لكم بقى كان المسلسل ده يعني لحظة سعادة السنة دي في 2016؟ لا، من أسعد لحظات حياتي أكيد، لأني عملت حاجة مختلفة وقلقانة طبعاً وأنا بعملها، وخايفة ممكن تعجب ممكن ما تعجبش، يعني غيرت جلدي تماما، وكنت من جوايا ممكن يعني اقول ايه، يعني انا مقتنعه باللي انا بعمله، بس كان ممكن ما يعجبش حد، بس اتضح انه عجب كل حد. فده ساعدني جدا جدا. وطبعا الفارس بتاعنا مدحت العدل اللي قاعد، اللي كل ما يعني اعرج كده في حاجه ولا بتاعت تلاقيني بكلمه، الحق لي يا مدحت هنعمل ايه، احنا ما عندناش مش عارفه ايه. وطبعا الكوكبه الجميله والناس الحلوين اللي اشتغلوا معايا اللي هم توجوا العمل ده، هو وهاني خليفه وجمال العدل اللي ادانا كل اللي اتاح لنا كل حاجه علشان نعمل مسلسل حلو. كانت اول مره مع الاستاذ سعيد ومع نجلة ومع مراد ومع لا مش مع شيرين رضا ومع شيرين، لا تاني مرة أنا وشيرين. شيرين أنا عملت معاها فيلم مهم جدا اسمه نزوة مع أحمد زكي. أيوة صح. وكمان كان من أحلى الأفلام. فاللي أنا عايزة أقوله، أنا سعيدة جدا جدا بالنجاح ده، فرحانة بيه، قلقني اللي جاي أكتر، مرعوبة من اللي جاي، واخد بالك عشان نسمع كده ونقول. مرعوبه من اللي فات برضه، يعني هي كانت مرعوبه من اللي فات لسه بفكرها دلوقتي، بتقول لي انا مرعوبه وقلقانه، قلت لها ما انت كنت مرعوبه وقلقانه برضه، ودي حاجه صحيه انها تبقى مرعوبه وقلقانه يعني. لكن هي طبعا هي بس تشكر جمال، لان جمال كمان مش مجرد منتج، جمال اصر على الموضوع يعني. هي لما كانت خايفه احنا اصرينا على ان هذا الموضوع يسرى هتطلع فيه كل يعني التمثيله اللي ما مثلتوش. بس جمال ايه؟ جمال بقاله فتره بيقول لازم تبقي شريره، انا ماليش دعوه، انا مش عايزك تبقي كويسه، انت لازم تبقي شريره. لا حرام، لا ده شريف عرفه قال لي، لا انت عارفه شريف عرفه قال لي ايه؟
برافو انت ما بتمثليش، دي حقيقتك. نهار ابيض، كل اصدقائك خانوكا يا ريتشارد، كلهم كلهم خيانه. دكتور مدحت 2016 كانت بالنسبه لك ايه غير فوق مستوى الشبهات؟ لا دي يعني اجتماعيا فنيا كانت في حاجات كتيره جدا فنيا. انا شخصيا استمتعت بمسلسلات غير مستوى الشبهات، استمتعت بجراند اوتيل جدا، بونوس جدا، كلنا يعني الحقيقه يعني شفت حاجات رائعه وجميله، وشفت ممثلين على اعلى مستوى واجيال جديده طالعه على اساس ان احنا بقى كبرنا وهنعتزل وكده، اجيال كتيره كتاب. وطبعا على المستوى انت بتنق ليه؟ ليه؟ ايه اللي ايه اللي نعتزل؟ لا ده انا بتكلم عن نفسي، ماليش علاقه بيك. لا لا هيعتزل، احنا مش هنسمح لك تعتزل اساسا. لا انا بس انا اولا بس عايز اهدي، اذا كان في جائزه فهي لروح السيناريست. انا كنت على فكره انا مش كاتب مسلسل، انا كنت مشرف على الدراما بتاعه المسلسل. كاتب المسلسل الله يرحمه الاستاذ عبد الله حسن توفاه الله واحنا بنهدي له الجائزه، وامين جمال ومحمد رجاء. انا كنت مجرد راجل كبارة كده عندي خبرة، فكنت بساعدهم مش اكتر من كده، فانا بهديهم الجائزة. طبعا 2016 حصل فيها حاجات كويسة، حصل فيها حاجات يعني اخيرة، طبعا العمل الارهابي اللي كلنا بندينه، لكن هي سنة في الاول في الاخر عدت من عمرنا، فيها لحظات سعادة وفيها لحظات حزن وفيها كل حاجة. اعتقد ويا رب اتمنى ان السنة الجاية تبقى احسن من السنة دي بكتير ان شاء الله يعني. بس ممكن اقول لك حاجة لميس، احنا كل سنة بنقول السنة دي كانت فيها حاجات وحشة وعايزين السنة الجاية تبقى أحلى، والسنة الجاية بتجيلنا فيها حاجات حلوة وفيها حاجات كتيرة قوي وحشة ومنبقاش متوقعينها. فإحنا بنقول بس يا رب سلم ويسلم مصر من أي شر ويسلمنا من أي فتنة ويحفظ مصر وولاد مصر اللي بيحبوها بجد. يا رب اللهم يا رب. أمين. نجلة، فوق مستوى الشبهات كان علامة بالنسبة لك؟ حلم كان حياتي أصلاً. انا اولا انا مبسوطه ان ده كان تاني تعامل مع العدل جروب بعد ما عملت معاهم بين السرايات، فما كنتش متخيله هيكلموني تاني ولا يعني عارف. بعدين لما قالوا لي كان هاني خليفه اول واحد كلمني بصراحه، وانا كنت مبسوطه جدا. انا كان نفسي اشتغل مع الفنانه يسرى من السنه اللي قبليها لو تفتكري، كان في برضه مشروع بس ما تمش، كان السنه اللي قبليها. فانا رايحه قلت له انا جايه امضي، انا مش جايه اعرف الدور ايه ولا عايزه اعرف الدور ايه، انت انا جايه امضي يعني حتى لو حصل حاجه قلت لهم انا همضي وانت حطوا لي الاجر اللي انتوا عايزينه. هي مضت وما فكرتش في اي حاجه خالص، ولا كنت اعرف الدور رايح فين ولا اي حاجه. انا حاسه ان انا كنت في امان، انا في منطقه الامان، بس ده اللي كان بالنسبه لي. ما خفتيش من فكره الخيانه وال لا. انا اكتر واحده عملت ادوار خيانه. ايوه صح. بس متعوده صحيح. بس عايز اقول لك ان يعني النظره دي بقت تقليديه قوي يعني بالزبط. اعظم ادوار الفنانه الراحله مديحه كامل كانت طالعه جاسوسه صعود للهواء، فالنظره التقليديه دي بتاع ان انا يعني الجمهور بقى اكثر وعيا من اني على فكره زكي رستم كان طيب يعني. والله عايزين الاستاذ سيد رجب يتكلم عشان احنا اتكلمنا وسبناهوش. هل سمعت انه في حد قال عليك انك الباتشينو السينما المصريه او الفن المصري؟ الباتشينو؟ لا والله يعني هم قالوا كتير، بس ده طبعا شيء شرفني وانا سعيد بان اي حد بيمثلني باي قامه كبيره من السينما سواء كانت العالميه او المصريه ده شرف كبير ليا. بس انا رايي برضو ان كل ممثل له صفاته الخاصه وسمته الخاصه وحاجات كده، وكان فوق مستوى الشبهات كان تجربه بالنسبه لي رومانسي. طلعت رومانسي ازاي يعني بصراحه يعني عايزه اقول لك ان هو من كتر ما كان قدامي بيبقى طيب، فابقى عايزه ابقى طيبه، بس افتكر ان انا لا انا الشريره هنا فما ينفعش. كان عبقري في ادائه. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا استاذه. لا إيه انا يعني الرومانسيه دي جواك بجد يا استاذ سيد، ولا انت يعني اضطريت تمثل؟ هقول لحضرتك اكيد رومانسي؟ اكيد الرومانسيه جوه حضرتك، والشر جوه حضرتك، والخير جوه حضرتك، وكل حاجه جوه الانسان، والشاطر هو اللي يقدر يطلعها في الوقت المناسب. فانا اكيد رومانسي، دي حاجه جميله. من ما يبقى قصاد يسرى ما يبقاش رومانسي مثلا دي ازاي دي يعني. لا كانت تجربه بالنسبه لي كانت هايله طبعا في الاساس، لاني بمثل قدام ممثله عظيمه وكان لازم اكون على قد مستوى الشبهه
انت عظيم جدا جدا، انت علتنا كلنا معاك. الله يخليك. 2016 بقى يعني زي ما بنقول ده كان فيها حاجات وحشه وحاجات كويسه، عدت عليك ازاي يا اسره؟ عدت عليا في حاجات كانت حلوه، زي مثلا الدكتوراه، زي الابوينتمنت بتاعي بتاع اليونايتد نيشنز، زي فوق مستوى الشبهات ونجاحي فيه، زي نشاطات كتيره قوي اجتماعيه ومن ناحيه شغلي في الامم المتحده. لكن في حاجات كتيره قوي راحت مننا، يعني في زمايل كتير قوي راحوا مننا، في ناس جميله راحت مننا، ودي بقى اللي مش هتعرفي تعوضيها، دي اللي مش هتعرف ترجع تاني. حصل الكارثه بتاعه الحادثه الشنيعه بتاعه البطرسيه، حصل المصايب اللي بتحصل في العالم كله، التفجيرات، الأطفال اللي بتموت كل يوم، الناس اللي بتموت كل يوم. أنا حاسة إن إحنا في بداية حرب عالمية ثالثة، إحنا مش يعني مش ممكن نكون وصلنا للألفية الثانية وبقينا بالوحشية دي العالم. الألفية الثالثة. يا ما إحنا عشان أنا بقول 2000 عشان كده بقول. معلش الجهل نور برضو. يعني ما ينفعش نوصل ل 2016 يبقى كم الوحشية دي وكم الخيانة لبعض بالطريقة دي. بس بتمنى ان احنا نعدي من المصايب اللي احنا بنشوفها كل يوم في كل المنطقة بتاعتنا، وان احنا نعدي بسلام، ويا رب يا رب كده. اللي اسعدك في 2016؟ ايه اللي اسعدك؟ يعني احنا عارفين ايه اللي يعني اللي سبب لنا الحزن، كلنا عارفينه، انت ايه اللي فرحك؟ يعني ببساطه انت بتفرح لحاجات سيمبل وبس. انت كل يوم بتصحي من النوم تلاقي امل وشمس ونور وانك عايشه، ودي بتسعدني. ان الزمالك يكسب الاهلي 3-1 وياخد الكاس حاجه بتسعدني. يا عايزه اقول لك حاجه رهيبه يا ابني، في ايه؟ مش كده انت ناسي ان انا اهلاويه وقاعده جنبك؟ معقوله ده يا عم؟ دي معقوله يا ما ينفعش يعني اكذب؟ متجوزه خالد سليم؟ ما ينفعش. انتوا جايبين لنا فستان احمر النهارده، يعني جايبين لنا ليله راس السنه نكذب؟ اكذب على الناس يعني؟ الترابيزه دي فيها كام واحد زملكاوي؟ انا زملكاوي طبعا. انا زملكاوي وافتخر وافتخر جدا. كل الناس حاجة رهيبة جدا، محدش رفع ايده ورا على فكرة اساسا، مفيش حد هو اتنين حتى لو محدش رفع. خايفين من لميس؟ لا عمر زملكاوي ايه ده رهيب. طب وجمال؟ جمال العدل مش زملكاوي؟ جمال العدل، جمال العدل يا نهار ابيض، ده بيزعل وبيتخانق وكلكم لا بيزعلوا وبيتقمصوا يعني، مش هزار، ياخدوا موقف ليه كده؟ طب بلاش يعني، يعني خلاص بقى. انا زعلت لما الزمالك كسب الاهلي 3-1 وخدنا الكاس، كنت زعلان جدا من الاحداث الحزينه في حياتي السنه دي. يعني معقوله انا بصراحه بفرح خالص لما الزمالك بيكسب، بس ما بعبرش لانه بيخسر اكتر. فبرضه ما بعبرش. لا بقول لك ايه، مش بتساليني على الاحداث من الاحداث السعيده؟ معقوله الزمالك كسب الاهلي 3-1؟ اضحك عليكي؟ ده اساسا حدث لا يتم ذكره، لا يتم ذكره، لانه طبيعي عادي ان احنا نكسب 3-1. لا يتم ذكره. دي يعني انا عندي احساس بالامل وبالتفاؤل طول الوقت، وان مصر الزمالك هيكسب تاني وكده. نعم، وان الزمالك هيكسب. لا لا لا، مصر عصيه على الانكسار بجد، انا بقول كده، مصر عصيه على الانكسار. ما حدش هيقدر مهما حصل في البلد دي، كل يوم هنقول تحيا الحياه ومش هيهمنا من اي حد. ودي لحظات الامل دي في حد ذاتها حاجه بتسعدني. يعني على المستوى الشخصي بقى، ولادي وبيتي وبعمل الديوان الجديد بتاعي، دي لحظات يعني سعيده السنه دي ان شاء الله. انا بتهيألي ان لحظات السعاده اكتر كتير من لحظات احنا بناخدش بالنا، ما بناخدش بالنا. يعني مجرد بصراحه ان انا اطلع امثل انا ببقى سعيد، مجرد ان انا اسمع ان في مخرج طلع جديد وعمل شغل كويس وخد جايزه، او ممثله صغيره طلعت وعملت شغل هايل وعمل كل الحاجات البسيطه ديت، لو بنتي ضحكت في وشي انا ببقى سعيد. انت عندك طبعاً ايه ده؟ على فكره يسرى عندها غنى اسمها السعاده، ممكن تقولها لكم؟ هتغني لنا دلوقتي بس نسمع. هنسمع دلوقتي بس. خلاني اغنيها على المسرح في الاوبرا، مظبوط، في الديوان. في الديوان انا فاكره انت هتعزمنا في الديوان التاني ده، مش كده؟ ارجوك هتكتب لي موضوع بقى في الديوان بتاعك اللي جاي ده، اكتب لي اي حاجه اي حاجه.
نجلة ايه اللي اسعدك 2016؟ القعدة اللي احنا قعدنا النهار. القعدة دي انا بابا مبسوطة ما بشوفه والله فعلا. والله بجد حاجات صغيرة بتسعدنا وحاجات كبيرة بتحزننا، بس الحاجات الصغيرة بتسعدنا بتنسينا الوحش والله. حتى الواحد وهو رايح الاوردر الصبح بيبقى مبسوط، حتى الواحد وهو مروح بيته عشان ينام يبقى مبسوط بعد يوم تعب. طب انت اتجوزت السنه دي؟ قولي اي حاجه عن الجواز. لا ده اتجوزت السنه دي نجله بدر يا جماعه، عروسه. صح صح نسيت نسيت قالت لك ايه انت نسيتي يا بنتي. احلى حاجه حصلت المفروض انها احلى. اكتر موقف صعب بالنسبه لي ان انا مشهد ضبط الخيانه اتعمل قبل كتب كتابي بيوم، يعني كان تاني يوم فرحي. ايوه وده تفتكري ايه يعني يا نجله؟ فكان كله عياط واليوم كله. ايه العلامه للموضوع ده يعني؟ انه مراد جه فرحي فقلت له شفت تاني يوم طلقتني اهو اتجوزت. ولا همني عشان تفهم كانت. لا انا بالنسبه لي طبعا لحظه جوازي كانت اسعد لحظه. انا كنت اخر واحده متخيله انا ممكن اتجوز يعني واحده. كنت بعيده، كنت لاغيه الفكره خالص يعني. كنت عايشة إيه اللي فجأة جاب الفكرة؟ عفيفي كيف الحب الحب اقتحم قلب نجلاء. هم عارفينه لما القلب بيدق خلاص. لا هو جميل يستاهل يعني، وانا قلبي ما دقش بسهوله يعني، ده بصعوبه. اديله بقى قولي له كده رساله وهو بعيد عننا يعني. ايه الاحراج ده يعني؟ بجد انت احلى حاجه حصلت لي في 2016 واحلى حاجه حصلت لي في حياتي، وانا سعيده ان لقيت زوج واب واخ وصديق وعشيق. محدش هيفهم الكلمه دي. وانا وعلى فكره ما كانتش فاكره لما انا قلت على فكره. سنة وانتوا طيبين وانتي طيبة ويا رب السنة الجاية تبقى سنة حلوة علينا يا رب. مصر وعلى الفن وانا دايما اقول ان احنا عندنا اهم ثروة في العالم، يعني اهم ثروة لمصر ايه؟ هم دول اهم ثروة في مصر، اهم الفكر والفن والموسيقى والادب والاحساس ولازم تغني لنا بقى يا سيفا. السعادة السعادة تبقى ايه؟ عايز احس اني سعيده ولا ايه؟ ليه ساعات القلب يجرح من تبقى كل الناس ناس لذيذة وطيبة؟ ليه ساعات القلب يرجع للصبا؟ كل الناس لذيذة وطيبة ونجوم سمايا أحس بيها قريبة، وإن مهما الكون قاسي هقدر عليه. Thank you.
جراند اوتيل يعني كان جراند مسلسل بصراحة، يعني كان مسلسل عظيم وكان مسلسل جميل، أكيد أدخل البهجة علينا والسعادة علينا في 2016، وعشان كده حبينا نقول لكل نجومه اللي قدرنا يعني يكونوا موجودين معانا شكراً، أنتوا أسعدتونا جداً في 2016 وأكيد أسعدتوا شاشتنا في سي بي سي في 2016. اسمحوا لي أن أنا أرحب بنجوم جراند أوتيل، صديقتي أنوشكا الجميلة، أمينة خليل نجمة جراند أوتيل، أحمد داود الراكور معانا، أحمد شغال معانا في كل بيقدم مع حضرتك الحلقة، بيقدم معايا الحلقة، كاتب الكبير تامر حبيب، وستايلست ياسمين القاضي من زمان كنا عايزين نقابلها، اللي عملت يعني أحلى فساتين وأحلى يعني ستايلز في الجراند أوتيل. أهلا بيكم، أنا عايزة أقول لكم بجد متشكرة أن أنتوا نيابة عن الجمهور اللي كان سعيد بيكم جدا. 2016 أنتوا كنتوا فيها علامة حلوة بجد أسعدتنا. أمينة، بالنسبة لك جراند أوتيل كان إيه؟ كان ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه كان كل حاجه بالنسبه لي، دي كانت احلى حاجه حصلت لي السنه دي، واي ثينك ان هي ممكن يعني تبقى احلى حاجه هتحصل لي اكشلي فور ذا نيكست فيو ييرز، ان شاء الله تعملي حاجات احلى كتير. كل حاجه حصلت في جراند اوتيل، كل فتره التصوير، كل الفتره ما كان جراند اوتيل بيتذاع انا كنت فيه ابتسامه ما بتفرقش وشي خالص يعني. ويا رب ان العيله اللي احنا عملناها في جراند اوتيل دي، الصداقات اللي اتبنت ما بيننا كلنا، الفاميلي بوند اللي احنا كلنا حسيناه ما بين كل الافراد اللي قاعدين هنا على الترابيزه وشاكر وكل الكرو وكل الناس، ان هي تكمل معانا for all the coming years. I think that دي كانت الهايلايت بتاعتي ان انا قابلت عيلتي. انوشكا، بالنسبه لك جراند اوتيل كان يعني لحظه سعاده او يعني فتره سعاده في 2016 ولا فتره تعب ولا فتره ايه؟ لا، 2016 بالنسبه لي كانت سنه حلوه، ابتدت مشهد واحد في هيبتا وأسعدتني للغاية، وبعد كده كملت سقوط حر وجراند أوتيل. فأنا بالنسبة لي يعني جراند أو اسمة هانم يعني ببقى خلاص ببقى ماشية في الشارع الناس بتندهلي اسمة هانم، فحلو انك انت في دور بيأثر في الناس بالطريقه دي. والتكريمات اللي اخذناها يعني ده رقم يمكن ايه 10 11، في منتهى الجمال. مبسوطه ان النقاد والجمهور اجمعوا على العمل. الفضل طبعا في البدء كانت الكلمه تامر، واتمنى زي ما امينه قالت ان العيله الصغيره اللي احنا عملناها سواء كانت قدام الشاشة أو ورا الشاشة إحنا فعلاً كده. حاجة اللي برضو بقول يمكن جزء من نجاحي مش بس لتامر ولشاكر كأعمدة أساسية، أنا بعتبر إن نجاح اسمت كانت صديقي في الشر شريكي في الشر داود، وياسمين القاضي اللي كانت كل يوم بتلبسنا وتخرجنا على المشهد. فكانت سنة جميلة، سنة سعيدة، عمل يعني بصمة في حياتي، أكيد مبسوطة. تامر، بالنسبة لك 2016 كانت جراند أوتيل ولا كانت حاجات تانية كتير؟ لا، 2016 جراند أوتيل هو اللي وزنها يعني لولا جراند أوتيل في حياتي 2016 ما يعني كنت عايزة بقى 2015 2017 تنط السنة يعني فالحمد لله جراند أوتيل كان هو يعني إيه بقعة البياض الكبيرة جدا اللي وزنت حاجات كتيرة ما كانتش لطيفة خالص. بس أنت كان عندك طريقي 2015 كان عندي 2015 الحمد لله جدا، وبعدين 2016 جراند أوتيل. ويعني جراند أوتيل حصل حاجه كده يعني زي ما انوشكا بتقول وزي ما مينا بتقول، يعني انا حاسس ان احنا بقينا اوفر يعني احنا من كتر يعني الحمد لله رب العالمين. فعلا فكره انه يعني الحمد لله بقى عندي تروفيز كتيره كده، ويعني عملت ثروه جوائز من جراند أوتيل. اللي حصل في جراند أوتيل حصل لي
في اول فيلم خالص في سهر الليالي. الحمد لله بعد كده في خطوات لطيفه وظريفه، بس جراند اوتيل في علامات، ولا بني ادم كده بيبقى عنده علامات وان ده يبقى حاصل في مسلسل انا ما كنتش اعرف انه ينفع. يعني عاده السينما هي الراسخه والتقيله بس اللي حاصل في جراند اوتيل يخوف، يعني مسؤوليه طبعا رهيبه في اللي جاي. فالحمد لله جدا انه حصل ده. الفضل فيه يرجع لكل واحد بجد اسمه نزل على تتر المسلسل ده، لان كان فيه عدوة حب واخلاص ومشاعر كده اوفر برضو جدا. الحمد لله وصلتنا ياسمين القاضي. استنى يا داود انا جايه لك، بس يعني معلش عشان عشان بس ايه يعني لسه عندك كام ترابيزتين ولا ترابيزه، فيعني عشان راجل ياسمين انت كنت احد اسرار النجاح، لانه كنا كل ما نشوف فستان لأمينة، بلوزه حلوه لابساها انوشكا، حاجه كوليه حلو، نقول الله ايه ده، فقلنا اه دي ياسمين القاضي. فايه بقى المصدر الهامك كان ايه يا ياسمين؟ والله انا مش عارفه عملت المسلسل ازاي. اصعب حاجه كانت عندك ايه في جراند اوتيل في الاول؟ فستان بس اصعب؟ لا كله زي بعض يعني، بس في الاول كان صعب بالنسبه لي، لان كل الشخصيات كنت لسه بحضرها كلها مع بعض، وما كانش في وقت كبير قوي. بس بعد كده بقت خلاص الموضوع سهل، بقيت لا حاسه يعني بعمل الهدوم ببساطه جدا. احلى حاجه فيها كانت على فكره ان كل يوم وتاني تخش بست سبع ثمان فساتين وكانت تديني الفرصه لاختيار ما يناسبني يعني، بس في نفس الوقت ما كنتش احب اخرج بره الاوضه الا لما اقول لهم اندهولي ياسمين تشوف هنعمل ايه، هتصرف ازاي، اوكي تمام ناخد البصمه بتاعتها. يعني داود انت حاسس ان انت نجم 2016، يعني انت كنت موجود في كذا فيلم وفي كذا مسلسل، انت حاسس ان 2016 دي سنه نجوميتك؟ لا والله انا يعني الحمد لله انا حظي حلو، يعني هي ما لهاش يعني حظي حلو ان كان ليا الشرف ان انا اكون موجود في الاعمال دي. مش شطاره مني قوي قد ما هي حظ الحقيقه يعني، واتخضيت يعني منها افلام كان بقالها كتير بتصور يعني هي فجاه 2016 الحمد لله كان فيها حاجات كتيره حصلت، بس يعني ده مخوفني اكتر ما يعني وانت حضرتك بتقولي الكلام ده انا شويه اتخضيت كده اللي هو يعني طب واحده واحده يعني. بس لكن يعني خلينا نتكلم على جراند اوتيل بما اني قاعد على ترابيزه جراند اوتيل. فانا جراند اوتيل بالنسبه لي مشروع كبير علمني جدا فنيا، والاهم ان هو علمني كمان انسانيا على حاجات على مستويات كتير. طبعا طبعا انسانيا ازاي؟ لا قولش يعني كلمة كده وتعدي يعني فيها يعني لا يعني 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 رحت في تجارب إنسانية. يعني أنا حاسس إن أنا كبرت 10 سنين في المسلسل ده الحقيقة. حصلت لي حاجات كتيرة ولخبطة كتيرة إنسانيا، ويعني حصل له إيه ما تقول ما يقول، واكتئبت شوية وزعلت شوية وفرحت يعني شوية. يعني هو فعلا كان حصل علاقة بجد اللي هي بنسمع عنها اللي بيقولوها في الخبره الكبيره بين مراد وداود. يعني حصلت لخبطه يعني مراد خاب من داود وداود والله مش عايز اقول كده عشان ما احسش هي دي قله خبره مني ومش شطاره انك تتخبط كده بدور وتبقى مهزوز وتبقى على المستوى الانساني كمان عندك الهزه دي. فده الدرس الاهم بالنسبه لي لجراند اوتيل الحقيقه. يعني مبسوط جدا بنجاحه ومبسوط جدا ان انا كان ليا الحظ يعني والشرف ان انا اعمل مشروع كبير زي ده، بس بالنسبه لي الاهم هو الدرس الانساني ان انا اخدته من جراند اوتيل. فيعني دي اكتر حاجه انا جراند اوتيل بالنسبه لي هيفضل طول عمري يعني حاجه كبيره قوي عندي بسبب الدرس ده. يعني 2016 بقى بالنسبه لكم كانت يعني هل اكيد كان فيها لحظات سعاده ولحظات حزن؟ امينه يعني انت حاسه انه 2016 دي كانت سنه فارقه في حياتك؟ بصراحه وكمان غنيتي مع ذهب بالغنوه الجميله نور الصدفه الحلوه اللي جت مع ذهب دي بصراحه يعني انا شايفه انه هي كانت سنه سعيده وجميله وكان فيها حاجات بسطتني جدا ايه اسعدك غير التمثيل يعني على المستوى الشخصي؟ ايه لحظات سعاده مهمه في حياتك؟ بص انا اي ريليتد قوي للي داود قاله على الدرس الانساني اللي كان نابع من المسلسل. هو المسلسل فعلا يعني
it took over our life يعني. وبعدين انا لسه لحد دلوقتي عايشه على سعاده جراند اوتيل وهيقعد معايا شويه غالبا. فبس بعيدا عن انه فنيا ايوه اوكي حطينا الحمد لله في حته تانية, وانه بقى في ناس كتيره جدا متابعه المسلسل ومبسوطه بينا وكده, هو عمل حاجه انسانيه كده او جوايا اتليست يعني, انه انا ما كنتش عارفه ان انا ممكن اعمل كده يعني. في تشالنج, في كده تشالنج جوايا, انا اثبتت لنفسي ان انا قادره ان انا اخد حمل على كتافي وان انا اشيل حاجه. فده بيحسسني انه انا بقيت عارفه انا فين. فطب خلاص طالما انا وصلت للمرحله دي يبقى انا ممكن ان انا ازق اكتر وابعد وابعد وابعد. ففعلا انا في الطريق ان انا اوصل للي انا عايزاه, وانا بقى اللي هحط السقف في فين ده, وانا بقى مش هحط سقف خالص. بس يعني هي فكره ان انت اثبت او انا اثبت لنفسي انه 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 انا قدها. واي ثينك انه ده الدرس الاهم بالنسبه لي يعني. واحنا ليه دايما لحظات السعاده بتاعتنا لها علاقه بالشغل؟ لانه يعني على فكره مش انتوا بس بصينا بره الشغل مش هنعرف ايوه هنضحك على روحنا. لا بتكلم بجد يعني, احنا لحظات السعاده بتاعتنا لما يعني حتى لو انتوا سالتوني السؤال ده كل لما عملت كذا, لما حصل مش عارفه ايه, لا لانه احنا بنقضي في البلاتو وقت اكتر بكتير, ما وخصوصا 2016 يعني. انا ما بين سقوط حر وما بين جراند 6 اشهر رايحين جايين يعني, ولحد دلوقتي عندي حاجات تانية بحضرها برضو. فمش ما حسيتش بأجازة. بس زي ما أمينة قالت وداود قال, إحنا خرجنا من جراند أوتيل بأحاسيس ومشاعر جميلة جدا. من أكتر الحاجات اللي كانت بتسعدني لما بنعمل مشهد وتحس إن في give and take يعني, باخد وبدي وجدية جدا, المشهد جد قوي قوي, وفي أحاسيس جميلة بتحسي الزميل اللي قدامك. فأنا كنت مستمتعة جدا, كنت متضايقة أنا ما كانش عندي مشاهد كتير, وكنت دايما بقول لتامر متغاظة منك إنه ما كانش عندي مشاهد مع عمرو كتير. إزاي كان عندك مشهدين مع عمرو. المشاهد اللي كانت ما بيني وما بين أمينة دي كانت أنا ست من إزاز ما بكسرش دي, بقت تاني يوم بصينا لقينا الفيسبوك بيتكلم يعني كل المشاهد. تايسون كنت سعيدة جدا بشغل معاه, مع دينا, مع عمرو, مع يعني المجموعه كلها. بس على ذكر عمرو وتايسون يعني, في صدفه خدت بالي منها دلوقتي واحنا قاعدين, ان احنا مسلمين 2016 اخر عريس اللي هو تايسون اللي في شهر العسل دلوقتي, عشان كده وما جالناش تايسون في شهر العسل, و2017 ان شاء الله اول عريس عمرو باذن الله. يعني وشه حلو كمان على المستوى الشخصي بجد يعني. امنياتكم بقى للسنه الجايه يعني, امينه عايزه تروحي فين السنه الجايه؟ تيجي معانا. ده اكيد. عايزه اروح مطرح ما تيجوا يلا اروح. والله انا بعد ما خلصت جراند اوتيل جات لي كام فرصه لطيفه جدا ان انا اشتغل سينما. فانا حاليا في نص معمعه التصوير بتاعه الافلام دي, و اي ثينك انه عايزه بعد ما اخلص الافلام وهنشوف ايه اللي هيحصل في رمضان, عايزه اخد وقفه كده اشوف احنا وصلنا لايه وعملنا ايه وعايزين نروح فين. انوشكا نفسك في ايه في 2017؟ لا نفسي في حاجات كتيره جدا جدا يعني. نفسي اعمل ميوزيكال حقيقي, نفسي حقيقي اعمل ميوزيكال. ارجعي غني بقى يا انوشكا. ما رحتش حته علشان ارجع, بس يعني بدايه برضو بعدت شويه لانه التمثيل اخذني ما اقدرش انكر. وبعدين على فبراير ان شاء الله باذن الله هتبقى اولى حفلاتي. تامر نفسك في ايه؟ اولا سينما وحشتني بقى جدا يعني, كانت النيه ان يبقى فيه في 2016 فيلم ان شاء الله, يبقى فيه بقى اكتر من فيلم 2017. وفي حاجه حلوه قوي ان شاء الله, ان شاء الله على مستوى الشغل ايوه هتحصل في 2017 يا رب ان شاء الله تتم على خير في 2017. ايه يعني فيلد جديد خالص يبقى حاجه ليها علاقه بالمسرح باذن الله, ويبقى ميوزيكال يا رب ان شاء يا الله رب. فيا رب الموضوع ده يتم ويكمل. وفي في 2016 برضو على مستوى التلفزيون لأول مرة هشتغل من أدب, وأدب بتاع حد أنا بحبه قوي 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 قوي, إحسان عبد القدوس.
فعندي كده يعني مستني عندي كذا حاجه مستنيها تحصل اه مغامرات وانا بالنسبه لي الشغل دايما لعب واستمتاع فيا رب ان شاء الله يبقوا كام لعبه حلوه وكام ماتش حلو ونفسي يا رب يا رب اصحى الصبح افتح التلفزيون او افتح الفيسبوك وابتسم. انا بشكركم واتمنى انكم تقبلوا تكريمنا ليكم وانتم فعلا اسعدتونا. كل سنه وانتم طيبين.